أهلا بيكم في برنامج العيادة. فصل الشتاء يعني انتشار فيروسات برد وإنفلونزا تصيب الكبار والصغار، لكن الضرر بيكون أكبر أحيانا على الأطفال، وخاصة الأطفال الرضع وحديثي الولادة اللي بيعانوا من استقبال العدوى سريعا جدا بسبب ضعف جهازهم المناعي اللي لسه بيتكون. طب ازاي نحمي اطفالنا الرضع وحديثي الولاده من هذه العدوى؟ ده اللي هنعرفه مع مكالمتي مع الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. الو يا دكتور يوسف، ازاي حضرتك؟ اهلا استاذه ليلى، ازاي سعادتك وكل المشاهدين؟ يا رب يكونوا بخير وسنه سعيده يا رب علينا جميعا يا رب ان شاء الله. دكتور، الناس كلها بتشتكي ان اطفالها خصوصا حديثي الولاده الانفلونزا والبرد مش عاتقهم، ازاي نحمي اطفالنا من الحاجات دي؟ بالنسبه لليومين دول يا استاذه ليلى، بتنتشر امراض البرد البسيط، امراض الانفلونزا A و B، في دلوقتي حالات بعض حالات الكوفيد، وفي حالات الفيروس التنفسي المخلوي، كلها بتظهر على هيئه نزله برد خفيفه، شويه عطس، شوية رشح، شوية تكسير في الجسم، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. لكن ازاي نفرقهم؟ في نزلات البرد، البرد بياخد له يومين ثلاثة خمسة بالكتير، مع حرارة خفيفة، مع عطس أكتر وسيلان في الأنف. الأنفلونزا بتبقى الحرارة أعلى، بتبقى عالية قوي، وبتاخد أيام أطول، وممكن يكون لها مضاعفات. الكوفيد في الأطفال غالبا بيبقى الأب والأم هم السبب معديين، وبينقلوا العدوى لأولادهم. التنفسي المخلوي بيظهر أكتر في الأطفال، ونادرا أنه يظهر بين الكبار. مشكلة الفيروس التنفسي المخلوي أنه بيكون خطير زي ما حضرتك قلتي في المقدمة على الرضع، لأن الرضع بتبقى مناعتهم صفرية. المناعة بتاعت الأطفال الرضع حديثي الولادة بتتكون من كذا حاجة، نمرة واحد وأهم حاجة الرضاعة الطبيعية، ولذلك احنا بنؤكد على كل أم هتستعد للولادة انها تجهز نفسها للرضاعة الطبيعية. أي أم ولدت أرجوكي ما تديش أي لبن صناعي إطلاقا، اللبن هينزل وهترضعي رضاعة طبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية بتدي مناعة للأطفال أسرع بتسع شهور عن الأطفال اللي بيرضعوا رضاعة صناعية. نمرة اتنين، التطعيمات اللي بياخدها الطفل بتشجع وبتجهز جهازه المناعي. نمرة تلاتة، شوية الأمراض البسيطة اللي الطفل بياخدها وهو ماشي كده في السنة الأولى بتدي مناعة للطفل. يبقى الأطفال الرضع مهم جدا إن هم ما يتعرضوش لإخواتهم الكبار اللي عيانين في البيت، نفصلهم عنهم، نهتم برضاعتهم الطبيعية. اللبس كمان مهم جدا في الأطفال الرضع، لكل أم بتسمعني لا تغالي في لبس الأطفال. أنا بشوف أطفال بيجولي آيس كاب وجوانتيات، الحقيقة مصر بلد مشمسة وجميلة والجو فيها معتدل طول السنة، فأرجوكم اللي بيسمعونا وبيشاهدونا دلوقتي من فضلكم ما تلبسوش الأطفال هدوم مغالة فيها، لأن ده بيسخن جسمهم وبيخلوهم عرضة أكتر للأمراض. طب يا دكتور، في أكل معين الأم يعني اللي ابتدى يأكل جنب الرضاعة الطبيعية، في أكل معين يزود يساعد الأم في زيادة المناعة بتاعت الطفل؟ طبعا لو اتكلمنا على إزاي نرفع مناعة الأطفال الكبار اللي هم بينزلوا المدرسة كل يوم، أقولك بقى أهم حاجة بيئة هي البيت، بيخشوا هوا، بيتهوى كل يوم عشان أنقيه من الجراثيم، بتخشوا الشمس، البيت ما فيهوش تدخين، البيت ما فيهوش تراب، البيت ما فيهوش ذباب عشان ما أتجنب النزلات المعوية في الأطفال. نمرة اتنين، التغذية زي ما حضرتك بتقولي، مهم جدا الأم أستأذنها ربع ساعة بدري قبل ما الطفل ينزل المدرسة أعمل البيضة، مهمة جدا. البيضة دي عبارة عن كبسولة فيتامينات غنية بمادة الكولين اللي بتعمل النواقل الكيميائية في المخ، غنية بمادة اليوتين اللي بتحمي العينين، فيها فيتامين A والدي والإي والكي، وفيها الفوليك أسيد عشان الأنيميا، فالبيضة دي غنية جدا بالفيتامينات. نمرة التلاتة، مهم جدا ان احنا نخلي الاطفال تمارس رياضه، ممارسه الرياضه دي بتحرك الدوره الدمويه وبتنشط الجهاز المناعي. نمره اربعه، مهم جدا نلتزم بالتطعيمات، والدوله مشكورا بتدي تطعيمات اجباريه لاطفال المدارس ده غير الرضع.
والتطعيمات دي مهم جدا ان احنا نسجل خدنا التطعيم يوم كذا سنة كذا، عشان كل تطعيم له بتبقى فترة لتكراره. بعد كده مهم جدا الاطفال النوم الصحي، النوم الصحي في الاطفال بيكون 8 ساعات، ولازم يبتدي بدري فصل الشتاء الساعة 9 علشان الطفل يدخل في حالة النوم العميق. نمرة 6 ان احنا نلتزم بتعليمات الطبيب. هنلتزم يعني خدنا التعليمات وقلنا اخرها هنلتزم بتعليمات الطبيب. بشكرك دكتور يوسف سعد استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، دايما بتدينا معلومات بتفيدنا. نراك على خير ان شاء الله، مع السلامه. ودلوقتي كده خلصت فقرتنا.